أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة، وضيفي وضيف حضراتكم واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي مشرفنا ومنورنا، وهو أيضا من أبرز محللي مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الصديق العزيز كابتن محمد فضلي. يا كابتن فضلي أهلا وسهلا بيك، مساء الورد. مساء الخير عليك يا ابراهيم، ودايما انت عارف مبسوط وانا معاك على طول، والواحد بيتعلم منك. لا مش لدرجه دي، ربنا يعزك. الشياكه مش لدرجه دي. اه الشياكه ماشي، والكلام وكل حاجه. كان الشياكه ماشي، انما الكلام لا ده وكل حاجة. ده انت استاذ كبير يعني. لا لا اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الحمد لله، الف حمد لله على السلامه. سلامك. وعندي كلام كتير جدا، بس كالعاده هبتدي معاك بالتقرير، ومن بعد التقرير ندخل في الحوار. يلا بينا. يعد واحدا من أبرز المهاجمين الذين صالوا وجالوا في الملاعب المصرية، استطاع أن يضع اسمه ضمن الأفضل نظرا لجهده وقتاله مع جميع الأندية التي لعب لها، فترك بصمة مميزة لا تنسى. كما امتاز بحسن الخلق، فكان من نصيبه حب كثير من جانب جميع الجماهير. إنه محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق. بدأ فضل مسيرته في صفوف نادي الصيد، وبعد ذلك انتقل إلى النادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول بناء على رؤية البرتغالي مانويل جوزي عام 2001، وتوج مع الفريق بكأس مصر، لكنه رحل عن الأهلي موسم 2004 ليخوض بعد ذلك العديد من التجارب، فلعب في صفوف الاتحاد السكندري وخرج للاحتراف في تجربة قصيرة بنادي كظم الكويتي، ثم عاد بعدها لمصر عبر بوابة المصري البورسعيدي، ثم انتقل للإسماعيلي حيث قضى أفضل فتراته الكروية داخل قلعة الدراويش، فلعب ثلاثة مواسم قدم خلالها عروضا مميزة جعلته يعود من جديد إلى النادي الأهلي من الباب الكبير في عام 2009. ظل محمد فضل داخل أروقة الأهلي ثلاثة مواسم، حقق خلالها العديد من الإنجازات، فتوج ببطولة الدوري العام مرتين والسوبر المحلي مرة واحدة، ليرحل بعدها ويخوض العديد من التجارب في الدوري مع أكثر من فريق، أبرزها سموحة والمقاولون العرب والإنتاج الحربي. وعلى الصعيد الدولي، كان لمحمد فضل بصمة مع منتخب مصر، فكان ضمن كتيبة الفراعنة التي توجت ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008 تحت قيادة حسن شحاتة. وفي عام 2017 أعلن فضل اعتزاله لكرة القدم، وأخذ بعد ذلك العديد من التجارب الإدارية، حيث تولى منصب مدير التعاقدات بالأهلي، فضلا عن تولي منصب مدير اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الأمم الأفريقية 2019 التي احتضنتها مصر، حيث ظهرت بصورة مميزة وخطفت أنظار الجميع. كما كان فضل ضمن اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنيني، فكان له بصمة كبيرة وفكر مميز خلال فترة عمله باللجنة. عن رؤيته لمسابقة الدوري هذا الموسم، تقييمه لمستوى الأهلي مع مارسيل كولر، وما هي أسباب تفوق المارد الأحمر على الزمالك في السوبر، رأيه في تنظيم رابطة الأندية لمسابقة الدوري هذا العام، وكيف يرى المنافسة على اللقب هذا الموسم. كل هذا وأكثر يجيب عنه محمد فضل ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. هدف احمد بلال، وادي العرضيه وفايته الجول. الهدف الاول للنادي الاهلي بالقدم اليمنى ليك يا محمد يا فضل. وادي وليد وبيتحرك وبيتحرك وبيفض نفسه وجنبيه حسام غالي، لكن يدي لاحمد بلال، احمد بلال وبالكعب الى وليد صلاح، تاني لاحمد بلال وفض ويقدر يجيب الجول السادس. الهدف السادس 6-1 6-1 في الدقيقه 40 يسجل محمد فضل بهدية من وليد صلاح اللي عملها له حلو جدا. لجيلبرتو، جيلبرتو عدى، لعبها جميلة قوي جيلبرتو، لعبها جميلة بالعرض، بالعرض جميلة محمد فضل، جول 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 جول. الهدف الأول، الهدف الأول جميل. كمونة لمحمد لجيلبرتو تاني، جميلة ناحية الشمال، يلعب برجله الشمال جيلبرتو، يا ولد يا ولد، جول التاني، الجول التاني للنادي الأهلي، الجون الثاني النادي الاهلي، برضه ثاني، برضه نعيد ثاني ونقول you
عدى فضل واخترق تصويبه والهدف الثاني. الهدف الثاني محمد فضل بمجهود فردي رائع، تخطى صوب مرر محمد فضل واحرز الهدف الثاني من تصويبه بعيدة المدى. الى السيد معوض، يا سلام يا سيد على اللمسه. الدقيقة 30 من عمر اللقاء. اسماعيلي حسن عبد ربه ينطلق حسن، يمر عرضية وحلوة وهوبا محمد فضل، محمد فضل وجوه جول محمد فضل. طيب خليني أسألك مباشرة، بين محمد فضل لاعب النادي الأهلي اللي تمكن من إحراز هدف في مباراة من مباريات القمة وشهد وعاش مباريات للقمة، لمحمد فضل اللي كان موجود في مباراة السوبر، المشهد ده عامل إزاي في أرض الملعب والمشهد ده عامل إزاي وانت في المدرجة؟ وانا في الملعب عاوز تجيب جون في الزمالك وعاوز تكسب، خصوصا المباراه دي اللي احنا جبنا فيها جون. كنا لعبنا قبليها في كاس في الدوري وكانت 3-3، النتيجه خلصت 3-3 جون بركات لو تفتكر اللي في الاخر. فبعد المباراه كابتن حسام بدا احنا هنلاعب الزمالك في الكاس وانا كنت هداف الكاس ساعتها، كنت جايب تقريبا 3 جوان وكان عندنا الزمالك وكسبنا المباراه دي 3-1. الماتش ده يمكن في محمود فتح الله ضرب مثلا اللي بتاع 3 4 بنالتيات ماسكه. احساس حلو طبعا، يعني بتكسب الزمالك انت اللي بتصنع بقى، انت بتشارك في صناعه التاريخ طبعا في إحساس الملعب. احساس مختلف مختلف وانت بتبقى مركز مع نفسك. لا احساس حلو جدا، تيم ورك مش واحد بس، كنت كلكم برضه في فرقه الاشاوس. الفرقه دي كانت فرقه الاشاوس في الاهلي. فرقه خلي بالك، انت ما تكون بتلعب فرود وتحتيك ابو تريكه واحمد حسن وبركات وحسام عاشور وكان شهاب وكان عماد متعب ساعتها كان مصاب ظهره كان وجعه، عندك سيد معوض وشريف عبد الفضيل ووائل جمعه لا سامي كبيره جدا، ده غير الاحتياطي يعني، فجلبرتو كان احتياطي. فتكسب الزمالك وانت لعيب لا احساس طبعا حلو. وفي كاس مصر الفوز على الزمالك ده ليه احساس مختلف. احساس مختلف طبعا، ده بطوله فريق. وانت بتتفرج بقى من المدرجات صعبه ماتش السوبر الاخير في الامارات صعبه قوي. صعبه طبعا، صعبه قوي ان انت وانت بتتفرج بتبقى اول حاجه لازم يعني الحمد لله ابراهيم ان الكاميرا ما جاتش عليا وانا بره، ان احنا كان في تراس كده بنطلع يعني الحمد لله يعني. فبتبقى انت بطبيعتك يعني مش مصطنع ولا بتمثل ولا صحيح. ولا ماسك نفسك سايب نفسك ما تنفعلش كده في الملعب. لا وانت بتلعب وانت لعيب ما تنفعلش كده في الملعب. لا وانت احتياطي بتبقى يعني وانت قاعد على الدكه بتبقى الموضوع صعب. بتبقى متنشن. لكن وانت من الجمهور لا موضوع صعب جدا. موضوع صعب. صعب طبعا، بتبقى قاعد على اعصابك. وبعدين انت بعد كل بقى لازم تبقى مركز، يعني انت تفرج وانت مركز. انت تطلع تحلل واول ما الكاميرا بتبتدي لازم بوكر فيس، فانت لازم بقى تنسى كل عواطفك واحاسيسك وتبتدي تبقى محايد وتتكلم في حته بقى. طبعا لازم ماتش الزمالك بالذات يعني تحاول كده تنكش حازم امام يعني زي ما عملنا، ان ده اخويا الكبير طبعا. لكن في الاخر انت لازم تبقى محايد قدام الكاميرا، ما فيهاش كلام يعني. لو الاهلي كويس هتقول كويس، لو الاهلي مش كويس او الزمالك كويس هتشيد بالفريق الاحسن. ايه اكتر مشهد وقفت قدامه في ماتش السوبر؟ مؤمن. 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 ايه بقى؟ لا ربنا يشفيه طبعا لا صعب طبعا، صعب ربنا يشفيه ويثبت مراته واهله ويرجع يبقى احسن من الاول ويعافيه. صعب 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 يعني. انا بالنسبه لي يعني بص المشهد ده ابراهيم للتاريخ يعني للتاريخ. وحته شيكابالا وسيد عبد الحفيظ بعد المباراه ما رجعت، اتأثرت لما شفت مؤمن لاول مره طبعا. كان بقالي كتير ما شفتوش. بص انا شفت احنا مؤمن يمكن احنا كاتحاد ما كنا ماسكين المسؤوليه، احنا اول ناس بادرنا ان احنا نكرم مؤمن. صحيح. والحمد لله ربنا كان موفقنا جدا سواء في الاعلان عن التيشيرت بتاع بوما او حتى حضوره ماتش السوبر او اي مناسبه. لكن ده لا ده صعب صعب صعب. تأثرت. ربنا يشفيه، ربنا يشفيه ويثبت اهله وولاده ويخلي له ولاده ومراته. صعب صعب.
انت صعب متأثر موضوع فرق معاك. صعب. شوف زميل ليك واحد جميل كلها بتحبه اهلي وزمالك و لعيب كبير لعيب كبير فبتشوفه كون على نفسك كون على نفسك كون على نفسك ربنا يشفيه ربنا يشفيه ربنا يشفيه واحنا لو 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 في ايدينا حاجه لو في ايدينا حاجه يبقى الدعاء ربنا يشفيه يا رب ويزيح عنه. اختبار كبير يعني اختبار وابتلاء صعب جدا ربنا يقومه بالسلامه يا رب وندعي له كلنا ان هو البركه بتاعت بص ده مش هقول لك بركه الكره المصريه ده بركه مصر يعني بجد ما بتشوفه بتنسى كل ابتلاء جالك يمكن انا لسه بفكر في الموضوع انت برضو واحد من اكتر الناس اللي ربنا اختبره الحمد لله الحمد لله طبعا لسه في بالي ربنا. يعني انا اللي جه في بالي قد ايه برضو انت راجل ربنا اختبرك جامد جدا جدا ومريت بظرف صعب جدا جدا على اي حد في نفس الوقت متاثر تاثر كبير بمؤمن يعني بص هو ربنا سبحانه وتعالى لأن الشخص. الناس اوريدي اصلا وقت اختبارك انت كانت متاثره لك يعني. الحمد لله بص ربنا ما بينزل ابتلاء بينزل رحمه وسكينه صحيح فالحمد لله الواحد بيحمد ربنا ومراتي نفس الكلام وولادي يمكن ولادي هم يعني ربنا يكون في عونهم ولادي هم اللي شافوا حاجات في سن صغير كتيره ورا بعض يعني يشوفوا عمتهم بعدين جدتهم جدهم اخوهم تبقى صعبه شويه لكن احنا هو في الاخر ربنا سبحانه وتعالى ما بينزل ابتلاء يبقى فيه سكينه وفي رحمه وخلي بالك ربنا رحيم قوي يا ابراهيم ونعم بالله لكن انت بقى بتتاثر باي حد حتى لو حد انت شايفه مبتلى زيك او اقل منك انت بتبقى طبيعي مش بتحط نفسك مكانه بس تبقى متعاطف معاه وبتدعي له عارف الاحساس الصادق اللي واصل منك دلوقتي لكل الناس والله هو في حد ذاته رساله يعني مش بس رساله انه مؤمن مننا واخونا وصاحبنا ونجم شباك كبير في الاهلي ومن قبلها في من الزمالك والاهلي الا انه كمان الموضوع مش مستدعي لكم الصراعات اللي احنا فيها ولا كم تقليل كل طرف من الاخر يعني بص يا ابراهيم انا كنت بتحايل على مؤمن وانا في الاهلي ان هو يمضي يمضي والله العظيم كنت يعني بساله في يوم من الايام كنت بتحايل عليه ان هو يمضي كنت بقعد اقول له امضي امضي حتى احمد يحيى وكيله ومن الناس الجدع جدا لازم يتقال اسمها ان هو معاه في كل حاجه لا يحيى جميل جدع. والله اشهد له والله اقسم بالله اشهد له موجود في ظهر مؤمن ما سابوش لحظه جدع كنت بكلمه واساله امضي وقع يعني انا ما كانش في حاجه ساعتها بس انا كان نفسي ان هو واحد هويه النادي الاهلي واحد ابن النادي الاهلي كان نفسي ان هو يوقع وبعد كده بقى حصل يعني تفاصيل كتير جدا اداريه وبعدين طبيه فبص احنا احسن من ناس كتير قوي الحمد لله والله الحمد يا رب يا رب ربنا يا رب يرفع اختباره وابتلاءه عن مؤمن يا رب وعن كل المرضى يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين طيب خليني اسالك بقى السبب الرئيسي من وجهه نظرك اخدك بقى للحته الفنيه يلا. وسامحني والله انا لا سالتك لا لا السؤال لا ما كانش في بالي خالص ان احنا هيبقى انت عندك الحاله ديت من التاثر بس والله هي فرصه كويسه لعلنا نعتبر فيها ان شاء الله باذن الله نعتبر فيها خليني اروح معاك لجزئيه الاداء الفني قيمت اللقاء ازاي وانت بتتفرج عليه يعني مشاهدتك لكولر ده الماتش الخامس له تقريبا وفريرا اللي عنده باع طويل في الدوري مع الزمالك كولر هادي مدير فني مش عشان المكسب خالص مدير فني كويس عمل نظام في الفرقه مفيش حاجه اسمها لعيب حافظ مكانه السنين اللي فاتت كنا بنشوف يعني او السنه اللي فاتت تحديدا بعد رحيل موسيماني كنا احنا بنحذر يمكن الناس هجمتنا كتير قوي او هجمت اي حد كان بينتقد موسيماني بعد موسيماني حصل دروب في الفرقه سواء كناحيه بدنيه يعني واي مدرب هيجي الوقت ضيق جدا هو يعرف اللعيبه فجي سواريز بعديها الموضوع كان صعب طبعا كابتن سامي كان عارف اللعيبه فالامور كانت ماشيه شويه بعدين سواريز اما ما وفقش واي ما ينفعش هاجي معاك واحده واحده بس انا عايز اخد الحته بتاعت كولر في ماتش السوبر مدرب كويس منظم احترم نادي الزمالك واحنا بنحلل يمكن انا قلت اول غلطه الفريق الفريق يعني اي فريق منافس هيندم عليها أيوة. وزكريا الوردي اول خطا برونو قدر ان هو يستلم ويسجل هدف جوه الملعب النادي الاهلي مقوله ان هو عاوز سوبر
حتى واحنا في الاستوديو انا قلت مفيش حاجه اسمها عاوز سوبر. هو اي نادي الاهلي اي بطوله بيدخلها هي دي العقيده. ماشي. العقيده ان اي بطوله لازم اخدها. ماشي. الحته ان انا سوبر او دوري او كاس مصر لا، هو اي بطوله انا لازم مطالب وطموح جماهيري ومجلس ادارتي واللعيبه ان انا لازم اخد البطوله. وبالتالي السبونسر المبلغ عالي كده يا ابراهيم. هي كده العقيده بتاعت النادي كده. فقبل المباراه هو نازل لازم اكسب، وما تكسب خلي بالك كل حاجه وحشه بتتنسي. انت فانت السوبر ده مهم، توقيته مهم. كولر انا شايفه مدير فني ذكي جدا، ذكي. التغييرات في وقتها، الالتزام وقته، التشكيل. انا عجبني جدا فكره متولي وعبد المنعم جدا 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 جدا، وفكره جبهات عبد القادر مع معلول، طاهر مع اكرم. عجبني عجبني الفكره. متولي مع عبد المنعم توليفه طبعا. متولي هيلة. متولي يمكن باين باين متولي انا عارفه كويس. يمكن انا تعاقدت معاه وانا موجود في النادي يعني. أيوه. يعني ايام ما كنا موجودين. ايوه. فكنا بنعمل تحليل كاداره تعاقدات. لا طبعا لعيب كوره ولعيب كويس، واصاباته بس هي اللي اخرته شويه زي محمد محمود. لعيب كويس واصاباته. فعبد المنعم سريع ولعيب كويس ومبشر للكره المصريه مع متولي، فيقدروا يبتدوا الهجمه من تحت. ايوه. الاثنين يعرفوا ازاي يقفوا على الكوره، يسرعوا الريتم، ومتولي بيعرف يلعب ديفندر. ففكره التركيبه نفسها حلوه. فكره ان انت بقى بتغير قدام وفي لعيبه كبيره انت بتقعدهم احتياطي وبينزلوا عشان طموحهم ويبقوا اكثر نديه. حاجه جيده جدا. فانا شايف ان كولر عامل نظام في النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي، وهادي. وطول ما النادي هادي وفي نظام اعرف ان في نجاح. مين اكتر لعيب عجبك في ماتش؟ طاهر. طاهر. بص متولي طبعا وعبد المنعم زي ما قلت لك، بس انا طاهر. طاهر دقيقة 90 يعني. بص طاهر طول المباراة انت من الملعب غير التلفزيون عشان الكادر. طبعا طبعا. فهو بيساعد اكرم توفيق وقافل على زيزو وامام عاشور وبيرجع يدافع كويس جدا جدا. وفي الدقيقة 90 ان هو يبقى عنده القوة ويعمل الفنت ده ويعدي وبالتركيز ده، لا لعيب طبعا، لعيب كويس ولعيب كبير ومهم جدا. وهو انا شايفه نجم المباراه يعني. نجم المباراه طبعا، تكتيكيا نجم المباراه. ويعني واحد بيدافع، راجل مهم بالنسبه لخطه كولر اصلا. 100%. واحد بيدافع وبيهاجم على طول، بتاخد منه يعني ما شاء الله يعني، بتاخد منه نفس الاداء في جميع المباريات. لو قل هيقل من 9 ل 8 لكن مش 9 ل 3. صحيح. فكويس. من وجهه نظرك كان ايه عامل الحسم في المباراه دي تحديدا؟ اللي حسمها لصالح احترام الأهل. احترام لعيبه النادي الاهلي للزمالك. انا شايف نادي الزمالك كان اول 12 دقيقه كان هو الاحسن، بس كان في، انا كنت حاسس وانا بتفرج ان في تعالي شويه. فاحترام النادي الاهلي ولعيبه نادي الاهلي لجمهورهم ولنادي الزمالك، وتركيز كولر ان هو منظم جدا. لو انت بصيت تلاقي ان الفرص كانت قليله. أي. اول خطا هدف. أي. فالمباراه ابتدت تبقى مفتوحه. و لا بتهيألي هو تركيز كولر فرق مع العيب. اخطا في ايه فريرة من وجهه نظرك برضو؟ التشكيل. التشكيل البدايه طبعا. طبعا كان المفروض يعمل ايه مكان ايه؟ او لا يعني انا شايف ولا التركيبه بتاعت 3 5 2 اصلا كلها على بعضها؟ لا انت هتلعب ب 3 5 2 اوكي ماشي، ده هو شايف انه يلعب ب 3 ما فيهاش مشكله. هو عامل جبهات، فتوح اصيب، فتوح لعيب كبير لعيب كويس. ايوه اصيب. لكن انا شايف زكريا الوردي مش دلوقتي. يعني يعني انا كنت شايف ان لا مثلا السيسي كان يبقى موجود، عمرو السيسي يبقى موجود يقدر يقفل مع رؤى. فانت تقدر يبقى عندك مقفل دفاعيا بشكل جيد، ان انت عندك جبهات، عندك عمر جابر بتلعب ثلاثه، فهيبقى كانه هاف رايت وهاف ليفت. ايوه يعني بتوع زمان تلعب ثلاثه طبعا، وانت تقفل بنص ملعب. لكن لما تلعب زكريا الوردي فهو اول مس باس هدف. وبعدين حتى ما كانش مؤثر. ممكن يكون لعيب كويس انا ما شفتوش كويس، بس لا دي مثلا اعتراضي يعني عليه. انت ما شفتوش ان هو لعيب كويس ولا انت ما شفتوش؟ لا كويس في الملعب ما شفتوش. لا هو ما كانش كويس خالص في الملعب. لا ما شفتوش فنيا قبل ما يجي الزمالك يعني، ما اعرفش مستواه عامل ازاي. لا هو ما كانش كويس خالص في المباراه. لا لا في المباراه ما كانش كويس. انا بتكلم ما انت ممكن يكون لعيب انت عارف رصيده كويس رصيده يعني. فانا ما شفتوش اصلا فنيا عشان اعرف احكم عليه. لكن في الملعب لا طبعا كان غلط من وجهه نظري. ومن وجهه نظري ان هو حتى كمان انت هجوميا الزمالك ما كانش ليه تواجد. سيف الجزيري ما حدش حس بيه. ايوه. زيزو ما فيش غير كره العارضه اللي سددها هو كمان يعني. طيب التغييرات تشوفها ازاي بتاعت فريرة؟ هو فتوح طبعا فرق جدا. بس هو فريرة
يعني هو استغرب يعني ده اللي انا حاسه. انا كنت بنشيد بيه السنه اللي فاتت، انه راجل منظم جدا. هو كان بيتهيألي ان هو كان مقسم الماتش الشوط الاولاني ان هو يطلع تعادل ويخلي النادي الاهلي عاوز، ان هو النادي الاهلي كان لازم يكسب السوبر ان الضغط عليه قوي جدا، فهو كان عاوز كده يقدر يستغل المساحات، سواء ان الاهلي بيلعب باربعه هو بيلعب بثلاثه فمأمن. لكن هدف الاهلي والمس باس وتسجيل الهدف هو فرق جدا، فحاول ان هو يغير. فتدخله في التغيير انا شايف برضو ان حتى التغييرات ما فرقتش كتير. برونو سافيو شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ لعيب كويس، بس اهم حاجه الاستمراريه. الاستمراريه لعيب لمساته حلوه، عنده حلول، بس الاستمراريه ومحتاج برضو ان انت بص ابراهيم، كقوه الاهلي انا اتكلم عليه تحديدا، يعني قوه الاهلي ان انت كان عندك في كل الاجيال السابقه اربع لعيبه قدام ما تعرفش تمسك ولا واحد. صح، يعني هات تفوق النادي الاهلي في البطولات هتمسك من ايام مثلا حسام حسن، اقول لك من ايام بلال، اقول لك من ايام عماد متعب، اقول لك ابو تريكه وبركات وفلافيو وعماد يعني. فانت عندك اربعه خمسه مش هتمسك مين ولا في تصويبات. صحيح، هتيجي تمسك التصويبات في اوفرات، هتيجي تمسك في اختراقات، في حلول صحيح. وعندك مدير فني كان بره، ابو تريكه لو مش هيجيب هيعمل اسيست، عماد متعب لو مش هيجيب هيستنى الكره العرضيه. نفس لو الماتش مقفول هتلاقي كوره من جيلبرتو او من سيد معوض لفلافيو. جيلبرتو مدي لك اتنين دواء في الماتش. خطير. يعني بص جيلبرتو كان على طول على القريبه، تقطع هتلاقي كوره قدامك. تصنفوا رقم كام في تاريخ النادي الاهلي كلاعب اجنبي؟ اجانب اجنبي. الاهلي برضه في لاعب اجنبي لا كان في فيليكس طبعا. فيليكس كويس، بس انا جيلبرتو هو متعلق بنادي الاهلي. يعني جيلبرتو وفلافيو اصنفهم من احسن ناس جت في تاريخ نادي الاهلي، يعني من احسن الاجانب. طبعا الاجانب اللي جم في تاريخ نادي الاهلي يعني فيهاش كلام. يعني الاستمراريه، ناس مع النادي الاهلي طوال التعاقد بتاعهم، على طول بطولات، على طول 9-8 صحيح، وبيروحوا المنتخب بتاعهم بيلعبوا اساسي. فانت هل حسيت ان الاهلي اتاثر شويه بغياب ديانج، ولا بسم الله ما شاء الله حمدي فتحي كان عامل الواجب وزياده؟ لا ما حسيتش، مع اني كنت كان نفسي ان ديانج يلعب، بس لا ما حسيتش خالص. وحتى زي ما بقولك كولر كان منظم، فحمدي فتحي والسوليه كانوا مقفلين، طاهر بيرجع في نص ملعب، فانت ما بتحسش في مشكله دفاعيه. وبعدين حمدي فتحي والسوليه لعيبه منتخب مصر، لعيبه كبار ومتعودين على البطولات، فما حسيتش. مع ان ديانج من اهم اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري يعني وفي الاهلي طبعا. صحيح. طيب عندك اي مشاهدات في ماتش السوبر؟ عشان اسيب ماتش السوبر عشان عندي اسئله كتير جدا جدا. عندك اي مشاهدات تانية رصدتها؟ الجماهير انا اتبسطت، كنت بقول لك قبل الهوا ابراهيم يمكن احنا عشان روحنا متاخر، يمكن ماتش السوبر الاولاني كنت من الناس المنظمه للماتش، فما شفتش الجماهير في الامارات. ما شفت الجماهير ان الاهلي والزمالك قاعدين في بره مطاعم حوالين الاستاد، بتلاقي الجماهير كلها قاعده مع بعض، واهلي وزمالك وكل واحد ملتزم. انا نفسي اشوف الموضوع ده في مصر، نفسي بجد، نفسي اتمنى ان الموضوع ده يحصل في مصر. لان ده مش ناحيه تسويقيه بس، هو ده هي دي كره القدم، كوره يعني. فانا نفسي المشهد ده اشوفه، نفسي واتمنى ان شاء الله باذن الله. استاذنك نروح لفاصل. اتفضل. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم ومع نجمنا اللي مشرفنا الكابتن محمد فضل، فخليكم. خليني ارجع معاك كابتن فضل للرحله مش من بعيد قوي، من مرحله سوارش. شفت ازاي التعاقد مع الراجل الى مساله رحيله؟ واديني عنوان، هل هو ظالم ام مظلوم؟ لا هو يعني الظروف ظلمته طبعا، لكن في الاخر لما دي تقيم التجربه لا مش هو مدير فني الاهلي يعني مش احسن واحد يبقى مدير فني النادي الاهلي طبعا. انا جايب واحد ما اخدش بطوله قبل كده، كان الكلام اللي يقال ساعتها ان عنده فلسفه، لكن بتهيألي اختياره كان لا مش ما في عدم توفيق في اختياره. ان انت لما تيجي تجيب مدير فني للاهلي لازم تجيب مدير فني اول حاجه عارف يعني ايه بطولات، عارف ضغط جماهير، عارف انت لازم تكسب، لازم يبقى الفلسفه واضحه في اللعب وقبل اللعب الشخصيه.
انا هنقل لك شخصيتي، لكن مفيش حاجه اسمها اجي اقول لك انا باخد الكره بسرعه بستحوذ مش عند الاهلي الكلام ده. لا لا، هي هويه النادي تلغي الكلام ده كله. فانا هجيب حد اعرف الهويه بتاعته؟ لا، انا عندي هويه النادي، فهويه النادي الاهلي هي البطولات، فانا اجيب واحد على قدر هذه الهويه. لكن ما اجيش اقول لك انا هجيب حد عنده فلسفه، لا انا فلسفتي واضحه، انا بقول لك وجهه نظري. ماشي ماشي. وانا ايه فلسفتي؟ فلسفتي هي السيطره على اللعيبه، شخصيه قويه، مواجهه الجمهور، الضغوط، حظ البطولات، على طول حتى مكسب البطولات تاني يوم اجدد طموحي في بطوله اخرى. هي دي الهويه بتاعت النادي الاهلي. هجيب حد اقول لك الفلسفه لما اجي اقطع الكوره بياخدها في قد ايه ويستحوذ انت عندك كل حاجه تنجحك. شايف ازاي التعاقد مع مارسيل كولر؟ راجل هادي، مش عشان بيكسب او عشان النتائج جيده، راجل هادي مسيطر على، باين ان هو مسيطر على اللعيبه. انت احنا كجماهير الاهلي او انت كواحد بينتمي الى الاهلي او حتى اي حد، احنا كنا بنشيد بفريرة ماشي بان هو عمل نظام ماشي، انت مطمن حاسس ان لا في حد قائد هذه المجموعه هادي قوي، هادي وتثق فيه، لا وذكي ومسيطر على اللعيبه ومخلي اللعيبه في التوب فورم بتاعهم وبيطلع من اللعيبه حاجات انت ما كنتش شايفها. هو ده مدير فني يعني. انت كريم فؤاد ينزل وبعدين بيشارك مش باك رايت، انت متعود ان هو باك رايت او باك ليفت مع المنتخب الاولمبي، جناح جناحه بينزل وبيبقى مؤدي. طاهر بيطلع بكميه اللياقه البدنيه وبيقدر ان هو يبقى مؤدي جدا وتكتيكيا عالي. عندك شادي جاي من سيراميكا بس جاي لعب على طول. عبد القادر مع معلول، لا عنده يبتدي، قلت لك نقطه متولي وعبد القادر وعبد المنعم. ايوه لا يعني انت عندك كوتش، هو النادي الاهلي دايما عشان تاخد بطولات يبقى عندك كوتش. عندك معلومات او كواليس فيما يتعلق بالتعاقد مع كولر وسط اسماء تانية؟ كان في اسماء عديده مرشحه؟ لا ما اعرفش. انا بص، انا يمكن عشان قربي شويه من حسام غالي وامير فما بنتكلمش، عمرنا ما بنتكلم ولا انا بسال ولا هم بيقولوا طبعا، ان بتبقى حساسيه ودايما بتؤتمن على المكان. ايوه فما فيهاش، فما لا والله فعلا ما اعرفش صادق. بس انا عرفت بقى بعد التعاقد ان كان فيتوريا كان من ضمن المرشحين. فيتوريا هو اللي قال لي يعني يمكن من اسبوع كده قابلته، ف فيتوريا نفسه هو اللي قال لك قال لي ان هو كان من ضمن المرشحين وكده وما تمش تعاقد. شايف انه الاصلح للاهلي في الوقت ده الستايل الهادي الرصين بتاع مارسيل كولر مع مجموعه اللي جايبها، رجع تاني ميشيل يانكن فالامور استقرت حتى كمان على مستوى حراسه المرمى. يعني انا حاسس انه الشناوي اهدى شويتين ثلاثه من الاول. يعني لازم حد يكون مسيطر على اوضه اللبس. ابراهيم على فكره الهدوء ده ممكن يكون قدامنا احنا، ممكن يكون اوضه اللبس ومش هادي. وبعدين خلي بالك هو في هدوء في اوقات معينه وفي عصبيه على اللعيبه في اوقات معينه، بس في الاخر اصدر لك ان انت راجل مسيطر، هي ده النجاح. صحيح. فانا بصدر لك ان في هدوء، في نظام، كل واحد بيعمل شغله، يمكن كابتن سيد حفيظ بيعمل شغله الناحيه الاداريه، هو في الناحيه الفنيه، فالاداره بتوفر له الامكانيات. الناس كلها كان فيها انتقادات ان الصفقات العبره مش بالكم، العبره بالتاثير. طيب وده اللي هسالك عليه. يعني انا كنت لسه هروح لك بقى لمرحله الصفقات. الاهلي جاب ثلاث لعيبه برونو سافيو ومصطفى سعد وشادي حسين، صح؟ فقط جاب ثلاثة منهم اثنين بيلعبوا اساسي. دي حاجه بلس الريكفري او الاستشفاء اللي عمله لعيبه الاهلي. النادي الاهلي لعب عدد مباريات الموسم اللي فات ابراهيم كتير جدا. احنا كمحللين ما كناش حاسين، بس انا بعد الموسم وانا بقيم وبشوف اعلى فرقه لعبت في العالم، لا عدد المباريات كبير وعدد مباريات كبير، وكان في كمان الاعتماد على 14 او 15 لعيب. ايوه فالروتيشن كان مش بالشكل الكافي. وحتى ما بتيجي تعمل روتيشن بتنزل لعيبه بعيده، فكان النتائج تبقى سلبيه يعني ساعات في بعض الاحيان. فالموضوع صعب. اما اخدت بقى استشفى ان انت عندك لعيبه مميزه، زائد بتطعمهم ببعض الصفقات. ايوه ما فيش حاجه اسمها اجيب 10 صفقات، على فكره ده مش نجاح، ده فشل. انا بطلع ناشئين وما جابني فرقه، بطلع ناشئين وعندي لعيبه اصلا. بس انت الاهلي مش في مرحله، الاهلي مش في مرحله بناء، هو اوريدي عنده فرقته، هو بس في مرحله تدعيم مش في مرحله بناء يعني. صح. وحتى كمان مستوى الاعمار يعني انت امتى تجيب 10 لعيبه؟ يكون عندك الاعمار بتاعت فرقه تعجز منك فجاه مثلا، انت مش واخد بالك يعني. بالظبط. وطبعا مش تاخد بالك دي تبقى كارثه. كارثه طبعا. فانت تبقى انت عامل خطه خمس سنين انت شايفها. فانا شايف ان لا يعني الاستشفاء بتاع اللعيبه زائد التدعيمات البسيطه
وانت في يناير، يناير ده خلاص الشهر الجاي، بس الاهلي الاهلي محتاج لسه فردتين كمان، محتاج طبعا فردتين كمان، محتاج يناير على الاقل يجيب انا شايف ان هو لازم يجيب وينج يكون سريع وعنده حلول مختلف عن الموجودين، فيكون عنده سرعه وحلول فرديه، دي حاجه. وبرده فيرود ده طبعا فيرود، لو انت بقى دول الاثنين المهمين جبت حد، بس لازم يبقوا اثنين اجانب بقى وكواليتي اعلى من اللي عندك، لانه هو انا هجيب اجنبي اقل من المصري او اقل من الكواليتي اللي عندي؟ لا. ولو انت في حد يعني هبقوله لك بعد الهوا، انا نفسي ان ينضم الاهلي من سنتين فاتوا، يعني راجل اجنبي تقوله فرصه للناس. لا ما ينفعش. ليه مش انت ما ينفعش؟ قول لي ما ينفعش. انا كنت مدير تعاقدات خلي بالك، ممكن يكون الاهلي على راداره، ممكن يكون اللعيب ده ممكن يكون على رادار نادي تاني. ماشي ماشي ماشي. بس لعيب مميز جدا رقم 8، فانا نفسي ان صغير نفسي الاهلي محتاج في نص الملعب حد تاني، حد يكون بيشوط. بص انا على طول ابراهيم ما بنطلع نحلل الماتشات مش في الاهلي فقط، لازم حد يكون بيبقى فيه تصويبات. هو عمرو السوليه بيصوب بس نادرا، يعني لسه النشين كان ما ظبطش بس عمرو عنده تصويب جيد وعمرو لعيب كبير طبعا، لكن انت على طول ما بتضغط وطريقه اللعب انت مش اوفرات وحلول فرديه، انت لازم تصويبات. فالتصويب قليل، كل اللي بيصوبه بيبقى بليسنج في البعيده عاوز تصويب من بعيد، اللي بتاع زمان ده بتاع احمد حسن كوره حسني عبد ربه محمد شوقي، لا بيحط رجله بتروح. احمد فتحي يعني الوحيد اللي ممكن يعملها، بس تقدرش تغير مركزه. اكرم توفيق بس تقدرش تغير مركزه خلاص. هو باك رايت ومؤدي جدا ومركز جدا، ربنا يحفظه. يعني صعب فين تغير مركزه، يعني هتدخله نص الملعب خلاص. تقييمك ايه لشادي حسين ده؟ يعني اخويا الصغير يعني لا لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي من سنتين. وممكن ممكن اقول لك على مفاجاه، يعني اتفضل حاجه ما قلتهاش قبل كده. يعني قول. اتفضل. واحنا في الاهلي رضا شحاته راح بص على شادي وهو في سيراميكا ورجع قال لي لعيب كويس جدا بس لسه. الكلام ده كان 2018. ماشي. فلعيب كويس وحتى نعرفه من المقاولين العرب، هو كان ناشئ في المقاولين، تلعب معانا مره. كنت كان معاك كابتن رضا شحاته في لجنه التعاقدات. كنت جايبه معاك في لجنه التعاقدات، كان نائب لجنه التعاقدات، ورضا عينه حلو قوي في اللعيبه. ف انا عارف انت جبته ازاي. طب خلاص بقى. هو حكى لي. لا رضا جميل، رضا بيحبك جدا وبيحترمك جدا ومش ناسي لك الموقف ده. لا 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 العفو، احنا كلنا. قال لي كان بيتفرج عليا في كان طالع في برنامج من البرامج وانت اتفرجت عليه وشفت قد ايه دماغه منظمه ومرتبه، فكلمته بعدها وهو حتى كان مستغرب، بيقول انا ما شفتش نفسي في المكان ده، بس كابتن محمد فضل لقيته بيزق. بص احنا كلنا اخوات ابراهيم، واحقاقا للحق برضو انت ما بتشوف حد بتعرضه على مجلس الاداره او بس انت شاطر، انت طول عمرك بتعمل كده. يعني انا فاكر كمان يمكن كنا بنتكلم قبل البطوله، واول لما جالك التكليف اتحركت على طول في اسماء كلها شباب وكلهم مميزين زي احمد عز وزي اسماء كتير. يعني انا عارف ان انت شاطر بتعمل ده كويس. يعني عز وحسام ومروان ويسرى، بص في ممكن اقول لك اسامي، وعلي محمد علي مع المنتخب دلوقتي، وفي اسامي كتير. يعني الناس دي كلها ناس حتى غرابة. احنا اختلفنا بس مع بعض وقت اتحاد الكورة. ليه؟ لا 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 لا, لا, لا. وحتى ثابت غرابة. بص الناس دي كلها خلي بالك دول اخواتنا، واحنا بنساعد بعض كلنا. ليه؟ هم اكفاء محتاجين فرصة. صحيح. فانت قريب منهم. ممكن يكون الناس اللي في مناصب مختلفه او صاحبه القرار ما تعرفهمش. صحيح. فما بيجي الفرصه هو بيبقى قادر على كده، ان العبره في الاخر بالنتيجه. رضا يمكن حتى لما تم العرض على كابتن خطيب، كابتن خطيب راح لا قال لي ده ابن من ابناء النادي واضافه كبيره جدا ويا ريته، يعني بصراحه يعني. فرضا من الناس الكويسه. فشادي لا لعيب كويس جدا واضافه، بصرف النظر عن الكوره ماشي، شخصيته وعقليته متزنه. طبعا شخصيه الاهلي. مصطفى سعد هو صفقه الاهلي، اصيب هو وبالتالي الاهلي ما استفادش منه لحد دلوقتي. شايف انه من خلال طبعا تقييمك ومتابعتك ليه من الاستوديوهات التحليليه والتحليل الاداء الفني كان سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي، يفيد النادي الاهلي ولا لا؟ محمد محمود المختفي عن الانظار هيرجع ولا لا؟ يعني هبتدي بمحمد محمود. محمد محمود لازم يطلع لازم يطلع عار، لازم يلعب. لازم يلعب. محمد محمود لعيب كويس قوي قوي، بس محتاج يلعب، ومحتاج ان هو يلعب باستمراريه علشان اتصاب كتير. فانت الميكانيزم
او حركه جسمه مع العضلات لازم تاخد لود معين، مش هياخده في النادي الاهلي. انت النادي على طول لازم تجهز، فلازم يطلع بره، والكلام ده كان لازم من سنتين فاتوا. ده بالنسبه لمحمد محمود. ميسي ويا رب يبقى ميسي او ربعه موجود هو مع المنتخب، لعيب كويس صغير بروميسنج جدا، هيبقى مستقبل للنادي الاهلي. اهم حاجه يتم تقويمه صح واستغلاله صح. يعني عمار حمدي انا عندي، فين عمار؟ انا والله لسه على لساني اقول لك فين عمار، مصاب وبيرجع. لازم يطلع، انا شايف ان هو يطلع اعاره. يعني اللعيبه دي لعيبه كويسه جدا مهمه، بس لما تلعب ابراهيم هتقدر دي صفقات ترجع. جديده اكنك جاب يعني عمار ده اتنسى، اكن لما يرجع اكنه صفقه جديده يعني، زي رجع في الفورمه بتاعته يعني. صح، ولعيب كبير وعنده حلول، بيلعب باك رايت وديفندر، بيلعب هاف رايت. لا لا لعيب كبير. فاللعيبه دي اما تقدر ان هي تلعب وتاخد، يبقى في استمراريه في اللعب، هترجع هتفيد، وهيبقى عندها استمراريه، عندها شخصيه. حد من اللي خرجوا من الاهلي على سبيل الاعاره او حتى البيع النهائي، حاسس ان هو كان ممكن يفيد النادي الاهلي؟ لو مش فاكر اسماء ممكن افكرك. لا. صلاح محسن، احمد ياسر، ريان، رمضان بيكهام، شكري، محمد شكري، نيدفيد. نيدفيد بس نيدفيد كده كده اعارته متجدده اصلا يعني اوريدي. بص، احمد ياسر لعيب كويس جدا يعني، ولعيب عنده شخصيه، وهو متربي في النادي الاهلي، فهو عارف ازاي يعني شخصيه النادي الاهلي ويقدر يلعب تحت ضغوط. فانا كنت شايف ان هو سواء صاحب قرار يعني، شايف ان هو يكمل في الاهلي. لو كان عنده الفرصه ان هو يكمل. فده كان يفرق جدا. كنت بتكلم مع نادر شوقي، هو مش مبسوط ان احمد ياسر ريان اتحرك لسيراميكا كليوباترا. هو خلي بالك، بص، هو ساعات بيبقى في قرار لعيب يا ابراهيم، وانا مع ده. اما تحس ان انت هتروح في مكان تلعب باستمراريه لازم تعمل كده. انا عملت كده وانا في الاهلي. يعني وانا في الاهلي المرتين اللي انا مشيت من الاهلي، انا طلبت ان انا امشي، اتحركت. بس ده قرار سهل. صعب طبعا، بس انت لما بتيجي تفكر ما بتفكرش بالعاطفه، جماهيريته وبتاع، ما بتلعبش، فانت ما بتفكرش بالعاطفه، بتفكر الخروج. الخروج نفسه معلق. بس بسالك، الخروج من دولاب او من حضن جمهور الاهلي، سيبك من اوضه اللبس، الخروج من حضن جمهور الاهلي مش مرعب؟ لا، ما هو انت عمرك ما هتخرج من جمهور الاهلي. انت هتخرج من النادي الاهلي، تفرق. جمهور الاهلي على طول مرتبط بيك يعني. انت وانت بتمشي حتى لو لعبت دقيقه، في ناس في الشارع بتحترمك وبتحبك وعلى طول بتشيد بيك. مفيش كلام، فده عمرك ما هتخسره. ماشي. ده ماشي. يعني ارث كبير. لكن النادي الاهلي وبطولات والاكسبوجر بتاعك. أي. هو ده. أي. بس هل انت بتلعب؟ لو انت ما بتلعبش او انت مش قادر تحافظ على مكانك او مش هو ده طموحك في اللعب، لازم تمشي. اما بتمشي هتلعب، مستواك هيعلى، ممكن تروح منتخب، ممكن تبتدي تسجل اهداف اكتر، ترجع تاني للنادي الاهلي. طب ما انا خلي بالك حصل معايا كده. حصلت معايا، انا حصل معايا كده، مش متوقعه. انا في النادي الاهلي كان العقد المادي بتاعي ضعيف جدا جدا جدا. يعني احنا كنا بنمضي على بياض، يعني ضعيف جدا. ثم طلعت بره، ابتديت يبقى ماديا الامور تبقى احسن، وحتى ابتديت تلعب وبتجيب اهداف والحمد لله مع كل الفرق. مع الاسماعيلي عملت موسم، خلي بالك يا ابراهيم، انا الاتحاد انا كان احلى كوره لعبتها في الاتحاد. ست شهور وكنت هداف الاتحاد، وكان معايا فرقه يعني، معانا فرقه قويه جدا. وبعد كده رجعت المصري، كنت هداف المصري في وجود كابتن حسام حسن. فدي كانت حاجه قويه يعني. وفي الكويت كنت سجلت اهداف كتير جدا مع كاظم، كنت هداف الفريق. ورجعت الاسماعيلي الحمد لله كنت هداف فريق. وفي الانتاج وفي سموحه ويعني مقاولين، لفيت لفه كبيره قوي، لفه كبيره. بس انت في الاخر انت عندك طموح. حتى ما رجعت الاهلي تاني مره، كان اول موسم عماد كان مسجل 10 اهداف وانا مسجل 10 اهداف، كنا احنا اتنين هدافين مع بعض. فانت بتتكلم ان انت طموحك انك تلعب باستمرار وتسجل اهداف، وتحاول ان انت بعد ما تبطل، الاهداف مهمه والكارير بتاعك مهم، بس الاهم الناس تحترمك. صحيح. يعني وانت بتدي التقرير، قاعد ببص مبسوط من الاجوان، بفتكر بقى طبعا. بس اتقال جمله، الاحترام. الاحترام ده بالنسبه لي هو ده. صحيح. ان الناس تبقى بتحترمك ومقدراك، ده بالدنيا كلها يعني. ايوه، وخد بالك برضه، هي فكره الاحترام هي مش بس مبنيه على الاداء جوه الملعب، هي مبنيه ان انت لما اتكلمت الناس عرفت الموضوع ده. خد بالك، لانه اكم من لعيبه انت انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس اكم من لعيبه انت بتكن ليها الاحترام والتقدير على موهبتها في ارضيه الملعب. صح. بس اول لما بيتكلم بتبقى عايز تقول له اقفل بقك، يا ريتك ما اتكلمت. هقول لك، بص، انت لازم محمد صلاح ده مثال طبعا، وده هو ده الراجل اللي انت ممكن اي حد يحتذى بيه يعني، هو ده المثال بتاعنا. مهما كان سنه محمد صلاح قبل
وبعد صحيح بعد بيطور من نفسه وبيقدر ان هو وهو بيتكلم بتسمع كلامه بتحس ان هو عنده خبرات كبيره جدا في الحياه بيتعلم بياخد نوليدج كتيره جدا بيقرا مفيش حاجه لو مش عارفها يبتدي يطور من نفسه. الكلام ده لازم انت لو عاوز لعيب كره يبقى ليك سعر لازم تطور من نفسك لازم تبتدي تبص لنفسك ومستقبلك ولعلمك ان صح. في الاخر هو مش ده هو اللي بيحرك ده ده ايوه فطول ما ده كويس وقوي كل ما كل حاجه تبقى كويسه. فكل ده بقى تحطه على الناحيه الفنيه والناحيه الاداريه. يعني انا يمكن من الناس الحمد لله المحظوظين انك متوليت المناصب الاداريه من عند ربنا ان انت كنت جاهز. صحيح انت لو ما كنتش جاهز خلاص هتمسك حاجه وهيبقى باقه بالفشل وخلاص تمشي. ايوه فالحمد لله انت بتتعب وبتتطور من نفسك ابراهيم بتتعلم علشان في الاخر اما يؤذن انك تكون في مكان ما لازم صحيح. تبقى ناجح. طب ده هيخليني اروح معاك للحته الاداريه قبل ما نروح للفصل والسبوره. بعد رحيلك من الاتحاد المصري لكره القدم شايف ازاي الاتحاد دلوقتي ادارته اموره شايفها ازاي اتطورت للافضل؟ بص انا كنت محظوظ ان انا استقلت الحمد لله يعني استقلت بعد اللائحه على طول بيوم استقلت يعني كنت محظوظ من المحظوظين يعني أيوة. كنت مبلغ استاذ عمرو بالكلام ده أيوة. وكنت قاري المشهد من غير ما اعرف المشهد والله العظيم يعني كنت قاري مشهد ان هو خلاص احنا عملنا الديوتي بتاعتنا ومهمتنا خلاص شكرا كل حاجه عملنا كل حاجه مش عايز في يوم من الايام ترجع عضو مجلس اداره منتخب؟ بص عضو مجلس اداره في الاتحاد انت ما تعرفش بكره في ايه ماشي لو سالتني السؤال ده من شهر هقول لك مستحيل من شهر طبعا مستحيل مستحيل هقول لك انا دايما بقعد اقول كده مقفوله كل بص لو جبت انترفيو وهو ده انا عاوز اقوله للناس ان الناس بتعمل ايه ساعات تجيب لك تصريح تجيب لاي حد تصريح من سنه وتجيب له وتقول له اصل هو قايل يا جماعه الحياه كلها بتتعلم فيها متغيرات وبتشوف متغيراتك وانت ما بتبقاش عارف الظروف محيطه بالقرار نفسه وبعدين في 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 نقطه ان انت ما بتبقاش عاوز يعني مفيش منصب الواحد سعى ليه هو بيجي لك لاجتهادك صحيح. من عند ربنا فالفكره ان انت هل هتضيف عموما في اي مكان ومين المجموعه اللي هتشتغل معاها طبعا يعني وهل هتضيف ولا لا يعني تفكر في الموضوع فيه؟ يعني تفكر في الموضوع لا. لو في لو في ناس هتنجح المنظور انت عضو ولا في منصب تاني طب هل انت تقدر تقود منصب اعلى خلي بالك كل دي ليها كالكوليشن وحسابات معينه تاخد منصب اعلى نائب رئيس وممكن تاخد رئيس رئيس مش محمد فضل لا انا بكلم محمد فضل لا انا هقول لك على حاجه بس انا بقى عاوز اتكلم مش محمد فضل ليه ان يعني احنا عندنا فكره السن دي انا بالنسبه لي دي بتجنني لا لا, يعني. لا 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 بص رئيس وزراء يعني بريطانيا سوناك بص عنده كام سنه يعني يا جماعه الموضوع السن ده بيضايقني جدا في مصر ان يجي يقول لك اصل انت ما عندكش الخبرات هل الخبرات ده لازم الواحد عنده 60 طب ما هو الواحد الحمد لله تولى مناصب صحيح. مش فضل ناس صغيره ونجحت كوادر كوادر كتير جدا ابراهيم عبد الجواد وسيف زاهر وابراهيم مش عاوز اسمي وابراهيم فايق واحمد عز وانا بجيب لك الناحيه الاعلاميه وهاني هتحط اقول اسامي فانت بتتكلم ان في ناس ناجحه طب ما هو انت ممكن بقى ناحيه اداريه في ناس تانية تبقى ناجحه برضو ففكره السن ده انا بالنسبه لي صعبه جدا العبره مش بالسن العبره بالاداره وبالكونتنت نفسه انت هتقدم ايه هل انت تقدر تبقى تقود تبقى ليدر ولا لا احنا دلوقتي في الفتره دي انا بدرس مع الفيفا بروجرام كده للمختارين بالظبط 28 واحد في العالم بتاخد كل الدراسات يا ابراهيم اللي هي ليها علاقه بالاداره ماشي ناس بره مصر مش جوه مصر ماشي خدتها ليه لا خدتها عشان ابقى جاهز عموما في اي حاجه تبقى جاهز اتحاد الكوره ولا جاهز لمنصب داخل جاهز لحياتي داخل النادي الاهلي حلو لا حلو لا حلو, لا حلو الرد ده مش لازم الكوره خلي بالك احنا مش بندرس كوره بس جاهز لحياتك انت بتدرس كل حاجه بتدرس اقتصاد وبتدرس سياسه بتدرس اداره بتدرس كل حاجه كل حاجه فانت بتدرس علشان جهز نفسك تطور لا تطور من نفسك تتعب ان الحياه كده انت مفيش حاجه هتجيلك غير ما تتعب فانت بتتعب وربنا بيفتح لك حاجات تفكر في يوم انت عضو في النادي الاهلي عضو جماعه وما في النادي الاهلي طبعا ده من قبل ما تولد طيب تفكر تخش الله اعلم انتخابات النادي الاهلي الله اعلم قبل كده كنت بقول لا يراودك الحلم يراودك ما بيجيش كده في عمري بلد. عمري ما بص ما انا انا ماشي بمبدا والمبدا ده حقيقي مش مصطنع يعني اتعب واعمل الاسباب وسيبها وهتلاقي حاجه بتيجي النادي الاهلي تحديدا ليه سياسه مختلفه انت ما بتقولش انا ما بكررش في قائمه في طريقه وفي كبير
الكبير ده بقى رئيس نادي الاهلي، هو حاليا الكابتن محمود الخطيب، قبليه كان الكابتن حسن حمدي، قبليه كان الكابتن صالح سليم. وفي طبعا يعني دولت من الكوره، عشان مش عاوز اغفل ما بينهم المهندس محمود طاهر، ما انا بقول من الكوره مش عاوز اغفل المهندس محمود طاهر طبعا، راجل محترم وراجل يعني من الرؤساء المحترمين جدا اللي جت في تاريخ نادي الاهلي. فانت بتتكلم في الكوره تحديدا، انا قلت لك ثلاث اسامي كوره. ايوه ايوه ايوه. فبيحصل ان انت كوره برضو، قبل ما بتيجي تفكر لازم راي الناس الكبير. لا انت في الناس دي هي اللي بتقول لك، فبتقول لك تعالى انت مكلف بكذا عشان احنا عندنا خطه كذا. فانت زي بالظبط ما جيت تعاقدات، هو التعاقدات الواحد فرض نفسه. انا لقيت مكالمه من كابتن محمود الخطيب، يا محمد انت فين؟ تعالى لي. حاضر يا كابتن، كذا 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 كذا. وخلي بالك انا جالي ساعتها بعد شهرين جالي مدير منتخب، وما جات لي قلت لكابتن محمود الخطيب، قلت له كابتن في كذا كذا، ومهندس هاني بريده هيكلم حضرتك، يعني شوف الموضوع، مش شوف اللي حضرتك شايفه. تقييمك ايه؟ اديني اجابتين سريعتين على السؤالين دولت عشان اروح لفصل عشان نلحق ناخد السبور. ما هو رايك وتقييمك لاداء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم حاليا؟ شكرا. لا 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 لا، كلهم صحابنا. كلهم صحابنا طبعا، ربنا يكون في عونهم، ومش فارق الاقايم، جمال عموميه، بس يعني ربنا يكون في عونهم، واتمنى يعني اتمنى احسن، حتى لو مش الاشخاص، انا بتكلم اتمنى احسن. ابراهيم ان انا بحكم بالفتره بتاعتنا، هم كلهم يعني كلهم صحابنا وكلهم ناس محترمه، ومش هعمل اللي اتعمل فينا اللي هو الانتقاد، بس انا اتمنى الاحسن. الانتقاد عيب؟ مش عيب، مش عيب، مش عيب، بس اما عاوز انا عشان انت عارف اكتر حاجه، اكتر حاجه ببقى مستغرب لها ايه؟ ابراهيم شتمنا امبارح، هو مفيش اي تعبير تاني يستخدم عن الانتقاد الا الشتيمه؟ يعني هو انت عمرك شفتني في حياتي؟ لا لا، حصلش، حصلش ولا هتحصل. لا لا لا، حتى لحد ما يقضي الله امرا مفعولا واموت مش هتحصل. لا لا، ان انا اشتم حد اصلا مش طبيعي. فهو دايما ما بياخدهاش في فكره ايه، هو انتقد انتقاد لازع، في حاجه اسمها انتقاد درجات، انتقاد وانتقاد لازع وانتقاد قوي جدا، انتقاد عنيف وانتقاد شرس، بس مستحيل ان انا اشتمك. صح، فالكلام بيجيش كده وكده، اصله بيشتمنا. طيب هو دايما بص في مصر كده، لكن انا بتكلم على ليه الاشخاص. انا قلت لك اتمنى ان يبقى الموضوع احلى من كده شويه، او احسن، الاداء يبقى احسن، اتمنى طبعا، وده طموح اي حد. هم كلهم اصدقاء، وكلهم ما شفتش منهم حاجه، وانا في فتره الاتحاد اللي كان بيحصل لو حد شايف تقصير كان بيرفع السماعه ويكلمني. صحيح. علشان كده انا بعمل ايه؟ لما بلاقي حاجه ممكن بكلم حازم، بكلم بركات، بكلم الحاج عامر. انا بقول لك الناس اللي تربطني بيها علاقه، مهندس خالد طبعا، فاكلمه اقول له كذا، اكلم مدير العطار، انا شايف كذا، يا ريت كذا. ليه؟ انت لا ترغب في اي وظيفه ولا ترغب في مكان حد، لكن انت ترغب في النهوض بالكره المصريه فقط، وده حقيقه. صحيح. استاذك اروح لفاصل، وبعد الفاصل وجها لوجه السبوره مع كابتن محمد فضيل. خليكم معانا. جه معادنا مع فقرة السبورة، ليه صديق عزيز اسمه عمر غزالي، كان واحد من أبطال مقدمة مصر. مقدمة واحد من أبطال مصر المحترمين في الأولمبياد واللي مثلونا، يعني قال لي ما ينفعش تخلي البرنامج كله فقره السبوره. خطيره. ايه رايك؟ خلي بالك انا بحبها جدا فعلا، وعماره وعبد الباسط يعني بتبقى انت داخل اكسايتد جدا ومستنيها، مع انك انت تلاقي فيها قنابل. أيوة. انا يعني الاقي فيها قنابل. طب ما انت جاهز للقنابل؟ طبعا جاهز، ملغم ما تلاقي. طب يلا بينا كابتن محمد فضل، وجها لوجه مع سبوره جمهور الثالثه. توقعت تتويج الزمالك بالسوبر المحلي، نعم ام لا؟ طبعا نعم. نعم ماشي. انا قلت اصلا العين اهلاوي. الاستاد اهلاوي باسباب ايه؟ الاهلي كل ماتشاته كسبها هناك. روما، اياكس، يمكن اعتزال حسام غالي، الزمالك. بتتفائل باستاد العين؟ الجزيره لا بلاش، يعني جزيرة لا، استاد حلو بس يعني لا يعني العين خسر فيه الاهلي السوبر قبل كده. ماشي اللي بعده.
برونو سافيو افضل صفقه ابرمها الاهلي في الميركاتو الصيفي. ما هو وشادي. هو وشادي يبقى نعم. اللي بعد الاهلي فاز بالسوبر بسبب اخطاء فيريرا في اداره المباراه. لا فاز بالسوبر بسبب تركيز اللعيبه واداره كولر، يعني ده رقم واحد. اللي بعده كولر قادر على تكرار انجازات موسيماني. نعم ام لا؟ وارد وارد. موسيماني عمل انجازات كتيره جدا فما يقدرش حد ينكرها طبعا، بس وارد وارد. اللي بعده شادي حسين يستحق ان يكون رقم واحد بين مهاجمي الاهلي. نعم. رقم واحد. نعم. موسيماني واحد من انجح مدربي الاهلي على مر تاريخه. يعني طبعا ماشي. يعني بطولاته بس انا في الاخر ما جيت لماذا انتقد. ابتسمت ان الناس فاكره ان الواحد واخد موقف. وده مش حقيقي. انا عارف مش يعني انا كنت بقول ان الفكره بتاعه موسيماني في الفتره دي كانت فكره عبقريه. بس هو في الاخر خلاص انت شايف ان الكيرف نازل. فدورك كواحد فني ان انت لازم تبتدي تقول ايه، تنبه. فاحنا كنا بننبه. وبعدين مش احنا بس، ده خلي بالك كان جوه الاداره هم عارفين، بس ليه توقيته. فالناس بتزعل. لا احنا دورنا ان احنا يعني جوه الاداره كانوا عارفين. طبعا طبعا وكلهم كانوا واخدين قرار طب ليه لما الاعلام بيطلع مثلا كان يقول، ما بتكلمش عليا لان انا كنت على طول الخط مع موسيماني، يعني ليه كان الاعلام لما بيطلع يقول بيتسو موسيماني مش كويس، ليه الناس كانت او جمهور الاهلي كانوا بيهاجموا الاعلام ويقولوا لهم انتوا عايزين تموتوا الراجل وعايزين تمشوا الراجل، اذا كان من جوه حاجه بتقول لي الاداره نفسها كانت مقتنعه انه خلاص وقت الراجل انتهى؟ عشان الموضوع فيه شقين، في اداره اعلاميه في اي نادي، الاداره دي بتبقى على طول حائط صد لاي حد ينتقد. فده واحد. واثنين بيبقى في بعض الجماهير العاطفيين اللي ممكن تبقى فنياتهم قليله، فهو بيهاجمك بحبه او بعاطفته. لكن هو لو فكر او بالعقل هتلاقي ان لا، انت كلامك محق فيه ان انت ما عندكش غرض، انت هدفك هو مصلحه النادي. فانت بتسالني السؤال بتقول لي من انجح مدربي. طبعا هو جاب بطولات. في لعيب، في مدربين بقى ما ينفعش تذكرهم يعني. يعني صحيح. اللي بعده اللجنه الخمساء وضعت افضل لائحه لاتحاد الكره في تاريخه. يعني او لا وجهه نظري. طبعا ماشي. يعني نعم. اللي بعده البدري تعرض للصدمة بعد علمه بإصابة النني بكورونا قبل مواجهة توجو. نعم. لا. لا. آه. لا. بتضحكت ليه؟ لا أصل يعني يعني السؤال نفسه ده واحد جوه قوي. ماشي. يعني لا 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 كابتن حسام كان لا محضر، واحنا كنا محضرين كويس ان اي حد ممكن. وبعدين صلاح جاله كورونا. ماشي. تضحك ليه؟ أصلا عارف القصة. استقلت من اللجنة الخماسية عملا بمبدأ اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. عمري ما اعمل كده. مستحيل مستحيل ابيعهم طبعا. بس اللي حصل ان انا كنت قايل لاستاذ عمرو شهر 8 اول ما اللائحه تخلص تاني يوم هستقيل. وانا اللي كنت ببعت ريبورتس للفيفا، فكنت كل شويه بنوه. لكن انت ما كانش عندك معلومه انها تتخلص من خماسيه لثلاثيه؟ اقسم بالله ما حصل. خلاص من غير حلفان. لا 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 ده على فكره ده انا اللي قلته لاستاذ عمرو. قلت له انا مستقيل، حاول تقنعهم ان هي تبقى ثلاثيه وتكملوا. لكن انا كنت واخد قرار من شهر 8 خلاص اديت مهمتك هتقعد ليه؟ يعني ده وجهه نظري. اللي بعده وخلي بالك من الفترات الحلوه في حياتي جدا. المجموعه مجموعه حلوه جدا واتعلمت كتير. واستاذ عمرو الجناني من الناس فعلا فعلا اللي انا بحبه وليه فضل عليا زي كابتن هاني وليده وزي كابتن احمد مجاهد كبير. فبحبه جدا 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 وناجح. مع تعيين ايمن عبد العزيز كمدرب مساعد قلبا وقالبا. نعم ام لا؟ لا بالتوفيق لايمن. ايمن اخ كبير ولعيب، بس لا ما يعني لو هو الاقدر. لو انا داخليا كنت اقول لك، بس ما اعرفش يعني ياخد فرصته. ايه المشكله؟ انا احط الاجابه ايه؟ انت شايف انه هو الاختيار المناسب ولا لا؟ معرفش. اصل ايمن صديق طبعا. طيب عايز نشيل لك السؤال خالص المحرج؟ لا يعني لو قلت لي اثنين مثلا كنت هقول، لو قلت لي حد تاني كنت هقول لك ايمن او التاني. لكن طبعا في احراج طبعا. خلاص بس هو بالتوفيق ليه. وعلى فكره يعني اي حد ياخد فرصه، ايه المشكله؟ ماشي انا هعرف عنك الحق. اكيد السؤال ده ما جاش الا بعده.
البدري أدار ملف شارة قيادة المنتخب مع أحمد فتحي باحترافية، نعم أم لا؟ أنا كنت بعيد جدا عن الموضوع ده بجد، يعني أنا كنت بعيد فمعرفش بصراحة. تعرفش؟ والله ما أعرف. ماشي خلاص. يعني حتى ما تدخلتش أنا. سيد. بركات مرة كلمني قلت له بركات أنا أستاذ عمرو هو اللي مشرف على المنتخب مش أنا. بركات كان بيكلمك ليه؟ ياخد رأيك؟ لا بركات يعني أخ طبعًا وبعدين إحنا بنساعد بعض. لا ما أقصدش كان بيكلمك ياخد رأيك في الموضوع؟ لا لا أنا بسأله بقول له أنا سمعت إن في مشكلة فحلها إيه؟ فهو لسه بيحكي لي الكواليس فأنا لقيت نفسي إن أنا لو أنا سمعت أكتر هبقى متداخل فقلت له لا أستاذ عمرو بقى وخلاص. وانا والبقاء لله سلام عليكم. ان انت بتاخد انت عندك ملفات هو يعني ايام اللجنه الخماسيه كل واحد منوط بملف. طب تعرف توصف لي ادارته للملف كانت احترافيه ولا غير احترافيه؟ سهل هو احمد فتحي لا احترافيه اصل احترافيه دي كلمه لا يعني انا شايف ان بص محمد صلاح قيمه كبيره جدا ماشي. وان هو يبقى كابتن منتخب ولا هيزوده ولا هتنقصه ماشي. بس انا شايف ان هي مدل ماشيه بالاقدميه يبقى أقدمية إلا لو أنت مش محتاج أحمد فتحي فهو ما ينضمش المنتخب عشان أحمد رصيده كبير جدا جدا مفهوم. فلازم التعامل يبقى بشكل محترم يبقى دي الإجابة يعني بعد. أحمد حسن لو مكانه ينفع تعمل كده فاش لا هو أحمد حسن مش هخلي حد طيب لا يعني هو لازم أحمد أحمد اسم كبير يعني. وتاريخه كبير ما ينفعش حسام غالي ينفع لا وكل دولت بالمناسبة ويمكن تحديدا كمان أحمد فتحي هو واحد من اللعيبه القليله اللي مثلوا مصر في كل البطولات طبعا كل البطولات انا بتهيالي ان ممكن يكون كابتن حسام هو مش ما كانش هيضم احمد فتحي بتهيالي فهو بيبص لقدام اللي بعده تقنيه الفيديو تم محاربتها بعد رحيلنا لانها اتحسبت للجنه الخماسيه نعم اللي بعده ان الموضوع كله كان كويس كان معمول كويس وواخدين موافقات وكل حاجه إيهاب جلال اشترط علينا وجود مساعدي ولم يشترط ذلك على المجلس الحالي انا هرد على نص السؤال الاولاني ماشي نعم التاني معرفوش ماشي اللي بعده بس كابتن ايهاب معانا كان كمان في حاجات هو انا زعلت منه زي لا يعني في حاجات في تفاصيل يعني من غير ما اخوض فيها بس في تفاصيل انا زعلت منه ان انت يعني كانت فرصة جيدة في التوقيت ده واحنا كنا مطالبين ان لازم كنا مصري وهو كان ساعتها من وجهة نظرنا هو كان الوحيد الانسب يعني الانسب ساعتها مع احترامي طبعا كابتن حسام بس انا بقول حقيقة الاختيار الاول كان كابتن ايهاب بس كابتن ايهاب كان مش محسسنا ان هو عاوز المكان يعني انا بقولك بأمانة ده الاحساس اللي عندي يعني. وعشان كده بعد ما هو اعتذر انا كنت مبسوط جدا والله طبعا المكان ده ليه قيمة لو انت مش حاسس بقيمتها خلاص يعني مع احترام يعني انت مدير فني منتخب مصر فانت لو مش محسسنا بقيمتها واحنا حاسين ان هي انت مش حاسس بالكلام ده لا عودتي للعمل في التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي وارده لا اللي بعده انت بتعمل كل حاجه بتساعد النادي بتاعك بس من بره خلاص انت المكان دي عدتها بركات افضل مدير كره اتعاملت معاه بركات اخويا بس لا افضل مدير كوره انت في فطاحل كابتن ثابت كابتن طارق سليم كابتن محمد رمضان الناس دي لا ماشي الناس دي بس انت قلت فطاحل فعلا هم فطاحل لا. اللي بعده لا بركات لسه زينا كلنا بنتعلم لسه اللاعب اللي يبيع الاهلي مستحيل يرجع النادي تاني نعم ام لا نعم طبعا بس يبيع الاهلي دي فيها صعبه قوي اللي بعده مركز يحتاج الاهلي الى تدعيمه المهاجم الصريح الجناح ولا الجناح الظهير الايسر يعتبر لا يعني اعتبر دي الظهير الايسر بص عشان واي كانها لا لا عشان النادي الاهلي بطولات كتير فرقم واحد واثنين رقم واحد واثنين مهاجم والجناح اللي بعده افضل لاعب من الاهلي طاهر وبعدين يعني المفروض يحط طاهر وبعدين متولي يعني عبد المنعم يلا اخطاء طاهر واحد اثنين متولي طبعا ثلاثة عبد المنعم بس خلاص اديك اختار اللي بعده افضل لاعب اعاد كولر تقديمه للاهلي شفت استعجلت ازاي ثلاثة ثلاثة طبعا الثلاثة طبعا ماشي
استعجلت بقى. ظلمت عبد الباسط. اتحاد الكوره خسر عمرو الجنايني، احمد مجاهد، احمد عبد الله. ثلاثه اقول لك ثلاثه ليه؟ ماشي. وخلي بالك الناس هتستغرب من رقم 2. مهندس احمد مجاهد، عمرو الجنايني راجل، وكمان ممكن تحط مهندس هاني بوريدا طبعا. ماشي. طبعا مهندس هاني بوريدا قوي جدا خارجيا، وهو خلاص هو يعني خلاص مركز بره وبيخدم مصر، لو طلب منه اي حاجه يعملها. عمرو الجنايني بجد من الناس الحلوه جدا الكويسه جدا الشاطره جدا جدا، اللي فعلا افادت في الفتره الخماسيه، في الفتره اللجنه الخماسيه كان هو اللي يقودها. احمد مهندس احمد مجاهد ليه فضل عليا كبير جدا، وراجل ذكي جدا جدا، اتمنى يعمل في جماعه هيفرق جدا جدا، ان هو عنده علم غزير. احمد عبد الله منظم جدا شاطر، واتمنى وجود الثلاثه في الاتحاد كمجموعه مع بعض العناصر بتهيألي هيفرقوا جدا جدا لو تعاونوا مع بعض. اللي بعده المهاجم الافضل بين الاسماء ديت، متعب، عمرو زكي، ميدو. ثلاثه جامدين، اختار بالترتيب، رتب. لا مش هرتب، هقول لك لا يعني الثلاثه جامدين، ولكن ثلاثه جامدين، الثلاثه جامدين. حسن ماشي، ما يعني حسام حسن، ما خلاص يعني حسام حسن، ما هو قال لك بين هؤلاء الثلاثه في جيلي. ايوه في جيلي، هات لي اجيال مختلفه. انا قسما بالله صعب، لو سالت سؤال في اي مكان مين اجمد مهاجم جه في تاريخ كره القدم المصريه، لا سيبك انت، انا اقول لك هينقطع لساني لو ما قلت اي حد تاني غير حسام حسن. حسام حسن يعني ما خلاص كلنا عارفين، خلي بالك مع انه هو زعلان مني جدا جدا والله، ما بيكلمنيش انا كمان عادي. هو زعلان مصر كلها، بس مالهاش علاقه، بس انت الحق حق ان يتابع حسام حسن يعني. ايوه ما بين دولت مين؟ ثلاثة جامدين، ثلاثة أنا لعبت معاهم أصو جيلي. فيعني عماد أصغر وعمرو زكي أصغر وميدو أصغر مني، بس الثلاثة إحنا لعبنا مع بعض، يعني 2008 كنا متواجدين. أنا هعتبر إن أنت مش عايز تجاوب. اللي بعده. صح. يعني أنا لو مش عايز هتعمل لي إيه؟ لا مش هعمل حاجة خلاص يا باشا، اتفضل. أفضلهم في وسط الملعب. يا نهار أبيض. دي ما فيش فيها بقى، دي ما فيش فيها. رجع الأولاني. لا لا دي ما فيش فيها، عشان أنا عارف كويس إن ده صعب جدا. لا ده الثلاثة. أحمد حسن شوقي، حسام غالي، ماليش دعوة. اول واحد ده عميد لعيب العالم، حلو. لا وبعدين ايه بقى تاريخ؟ بص انا ما بفرشكش صقر يحلق ويطير. ايوه طبعا، يصول ويجول، بنلعب مع بادل كل على راي محمد نصر. لما لو قلت حاجه محمد نصر كان كل ما يجي كابتن احمد حسن ضيف فيقوم يعمل له، انت تعرف نصر طبعا حبيبنا طبعا، فيعمل له التقرير الصقر المصري يطير ويصير ويعمل. ايوه طبعا طبعا. ويصول ويجول. بص يا ابراهيم، الثلاثه مراكزهم زي بعض، يعني احمد حسن لعب باك رايت ولعب 8 ولعب 6، حلو. مين مستحيل والله مستحيل. لا لا مش بص مش مكمل، انا مش مكمل، انا بفكر دلوقتي لما اخد منك كابتن مجدي عبد الغني. مين كابتن مجدي عبد الغني؟ لا مش بتكلم ما بين الثلاثه دول. طب رتبهم لي. مستحيل. انت بتتكلم، بص هقول لك على حاجه، رتب واحد. بص واحد هقول لك على حاجه، بص هقول لك واحد هقول لك على حاجه، رقم 3 حسام غالي ده اكني انا خلاص. ده واحد. لا ما انا عارف انت احمد حسن ده ماشي. احمد حسن ده اصحاب جدا. لا لا مش صحاب، شوقي اصحاب جدا، لعيب كبير قوي 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 قوي. ماشي. شوقي انا من وجهه نظري هو احسن رقم 6 جه في تاريخ الكره المصريه، فانت لو قلت لي احسن رقم 6 هقول لك، لكن تقول لي احسن من وسط ملعب. انا تخريج، انت ليه مش قادر تساعدني؟ قول لي. طيب ما انا بقول لك رتبهم، بقول لك رتبهم. لا مستحيل، ما انا بقول لك اهو. عميد لعيب العالم احمد حسن، احسن رقم 6 شوقي، اكتر واحد قائد ولعيب كوره جامد جدا حسام غالي. مش عايز تزعل حد انت. لا لا انت بتتكلم في جيلي، مستحيل. بس احمد حسن اكبر شويه. جيلي برضو ما هو. حسن اصغر مننا. انا لو مالك، انا لو مالك، ها هتحط احمد حسن رقم 1؟ وده احمد حسن واخلص من القصه. ولما تشوف شوقي قول له ما تزعلش، ولما تشوف حسام غالي قول له انت اخويا، انت عارف معزتك في قلبي خلاص. ده حقيقي. لا الصقر اشتري مني، الصقر خطير. ما هو كده هيزعل منك، خد. لا 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 يعني هي شويه هيمشيها شويه. حبيبي حبيبي. اللي بعده سبورة عبد الباسط، متوصي جامد قوي، سخن مره واحده ابن لذين. اذا كنت مديرا فنيا واختار واحدا من هؤلاء معي، يلا معي فين؟ مدير فني وهتختار حد؟ لا انا عمري ما ابقى مدير فني. ما تختارش. طيب اذا كنت هتبقى عضو مجلس اداره، رئيس اتحاد، وعايز حد يبقى في كتفك ومعاك، تختار مين؟ بص بقى انا هقول لك حاجه، شوف بقى اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك لا كابتن فضل. قول لي المنصب وانا اقول لك يعني اكتر واحد. لا انت اختار. ما انت قول لي المنصب. انت بتشكل مجلسك.
لا لا انت بتتكلم في مجلس اداره ولا نائب ولا عضو ولا مجلس اداره وانت بتشكله انت حضرتك بتختار الناس هتبقى موجوده الرئيس هختار الثلاثه الثلاثه ومعاهم طبعا لا ومعاهم ناس ان عندك مثلا عماد متعب طب هتعينهم في ايه في مناصب ايه بص حسام غالي كان نفسي من فتره واحنا موجودين في اللجنه الخماسيه ان هو يكون في اللجنه الخماسيه ماشي وهو اعتذر ماشي بعد كده كان نفسي يبقى مدير كوره منتخب اعتذر ماشي فانا مش هحاول معاه تاني خلاص هو اعتذر خلاص حازم امام وبرده في البطوله اعتذر يعني ماشي. بص هو اعتذر على طول ماشي حازم امام ده اخويا على طول في ظهري وراجل جميل وعنده حاجات افكار كويسه اتمنى ان هم يديله المساحه ماشي يعني حته التركه بتاعت غرابه دي اتمنى ان ياخد غرابه ياخد الدعم ماشي ما يبقاش في انتقاد فحازم طبعا شاطر جدا متعب حازم اكثرهم خبره ماشي حسام بيرفض على طول فانا قلت لك مش هحاول معاه ماشي وعماد لسه في البدايه طبعا يعني عماد لسه تاني سنه يدخل في العمل الاداري محتاج شويه يتقل طبعا بس عماد من الناس اللي انت من غير ما تفكر ابراهيم في ظهرك ادولك اضافه ماشي لا لا اللي بعده يبقى احنا خرجنا من الموضوع ده ان انت مش هتعرض على حسام غالي افضل قرار لاتحاد الكره في السنوات الاخيره هو يرفض فما بلاش تبقى قلبنا ليه رحيل ايهاب جلال رحيل حسام البدري رحيل كيروش افضل قرار لاتحاد الكوره لو في ايه الاسئله دي ما هي مش سبوره وعاجباك وبتحبها وبتحب تتفرج عليها لا هو اصلا قرار يعني بص يعني هو لك القرار رحيل كابتن ايهاب جلال يعني هو مجيء كابتن ايهاب ورحيله صعب جدا يعني هو اتظلم طبعا مهما كان يعني ماشي فانا شايف ان هو قرار خاطئ اصلا من الاتحاد ان هو يدير الملف بالشكل ده ماشي اهو ماشي انتقدت اهو ماشي رحيل كيروس انا كنت بقول لازم يمشي مع انه كويس يعني كويس منظم والناس شايفه ان هو ليه بعض على فكره انت مش هتفسحني المره دي طيب ما انا بقول لك اهو رحيل كابتن حسام البدري طب فكرني بمشي ازاي والله ناسي مشي فعلا عمل ايه عشان يمشي يعني كيروس انا فاكر ان هو خلاص خسر ليبيا قبل ماتشين ليبيا ما كناش بنعمل بنلعب كوره ما عندناش اي اداء فني فخلصت القصه بقاله كان سنتين مع المنتخب اسئله تقيله قوي بتحب الصبور قوي اديني اجابه لا الثلاثه كان لازم الثلاثه كان لازم يمشوا الثلاثه كان لازم يمشوا خلاص لازم يمشوا ان انت الاجواء صعبه جدا لكل واحد ماشي. فيهم مش هينجح انا على الاقل طلعت باجابه من الصبوره انت مش عايز تاكلنا عيش اللي بعده لا والله العظيم انا بقول لك عيش ده انت تلاقي الثلاثه دول مستنيني يوم بره قرار كنت اتمنى ان يكون من انجازات اللجنه انشاء الرابطه تعيين فيتوريا او اي قرار خلي بالك على فكره الرابطه دي الرابطه دي الحمد لله الواحد كان متولي كنت حاططها في اللائحه يعني الرابطه دي كان ملفي ماشي فلا تعيين فيتوريا مدرب منتخب ما كنتش اعرفه ماشي فده برضو لا ايه بقى القرار بقى افتتاح اللي انا كنت شايفه اللي كنت اتمناه افتتاح مركز المنتخبات مركز احنا كنا قطعنا شوط كبير جدا في الاتحاد بس كنت اتمنى ان احنا نقدر نكمل ونقدر نفتتحه وننقل المقر للمقر ده يعني مقر من الجزيره يتم نقله للشيخ زايد 6 اكتوبر عظيم ده كان هيفرق جدا جدا القائمة الأفضل للاعبين موجودة أهلي زمالك بيراميدز السؤال اللي جاي هو الأخير بيراميدز اللي جاي بقى إيه اللي جاي بقى إيه اللي جاي بقى إيه اللي جاي سهل والله أفضل كادر اخترته للعمل معه رضا شحاتة حسام الزناتي محمد غرابة وما تقوليش التلاتة حلوين ولا واحد إيه ولا واحد ليه الثلاثة كويسين وشاطرين بس في حد انا شايفه ان هو افضل كادر منهم طبعا مين يسرى يسرى ايه اسمه يسرى ايه يسرى شرة ما حدش عارفها دي يعني ثلاث اسماء الناس عارفاهم لا شرة. يعني مش معروفه خالص بس دي انا اختفت ليه من العمل ومحدش اصلا عارف ان هي ما بتظهرش خالص وهي اشتغلت في البطوله الافريقيه ما شاء الله كانت موجوده في كل نجاح في اي ايفنتات هي كانت ليها دور كبير جدا ومؤثر جدا جدا سوبر كان ليها دور كبير جدا في بطوله 23 سنه كان ليها دور كبير جدا كل حاجه ابراهيم تم عن طريق ايفنتس او حتى في حفله محمد صلاح
او اي تجديد الاتحاد المصري لكره القدم. وانت لو دخلت المدخل بص عامل ازاي، هي اللي عامله كل الكلام ده باقل التكاليف. دي من اشطر الناس انا اشتغلت معاها في حياتي. شفت بقى وبعدين بنت، يعني انا اسف ان انا بقول كده بس ده لازم حقها، يعني بمية راجل تشتغل في اي وقت ما بتنامش، بتاخد حاجه تبقى ديديكيتد جدا ليها ولازم تنجح. لا لا دي بص سوبر، بقولك انا تشرفت ان انا فعلا كنت موجود معاها في اي نجاح او اي عمل. دي شهاده عظيمه جدا، ويسرى لما هتشوف الكلام ده هتتبسط. تقريبا لا انا ولا الناس نعرفها، بس انا بحترم مجهود الناس اللي بتشتغل بدقب كده. وادي فايده السبوره، سؤال زي ده مش متوقعين الاجابه، جت اجابه تانية خالص. هو عبد البسط اللي كاتبها بيها ولا حاجه، ده ما بيفوتش. شرفتنا يا كابتن فضل، انا بشكرك شكرا جزيلا. ابراهيم انا دايما مبسوط وانا معاك، انت عارف، ودايما متالق وناجح واعدادك تقيل قوي. ربنا يخليك وربنا يكرمك دايما وبتوفيق. عايز اطلب منك طلب بس، اتفضل. بالله عليك ما تزعل مني. لا لا انا مش رزق وحياه ربنا. لا 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 بس بقى كنت عايز اخد اجابات بس. قولي. بالله عليك احلف بالله قبل ما نخرج. والله انا ما زعلان، انا في واحد بس هو اللي رزق رخم. عبد الباسط رخم. شرفتني ونورتني. لا لا شرفنا بقى. انا بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله ان كان في العمر بقيه. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.